بعد رمضان؟ والله الاكل الاكل واللعب. بعد رمضان اكيد الاجازه طبعا. لمتنا بصراحه السهر بالليل بقى والكلام ده والخروج بالليل، الجو ده الجو الحلو بتاع بالليل. بس الصوبيا والطعم الهندي والمشروبات الرمضانيه اكيد طبعا. انا رجعت اشرب سجاير طول النهار. كنت ببطل السجاير يعني حوالي 12 ساعه 13 ساعه، دلوقتي عادي. نجرسكو قطايف، نجرسكو قطايف قطايف واحد ما بتعمل نجرسكو كده. نفسنا رمضان يطول اكتر من كده، اللي هو انت ممكن بتشوفي ناس ما بتشوفهاش بقى لفتره، بتتجمعوا وتجمعات صحاب اخوات عائله كل حاجه. لعب الكوره تبقى جميله جدا، دي برضو الواحد محتاج الشغل بقى واخدنا بقى. كانت الدنيا لغايه الصبح شغاله. ساعه المغرب دي لما بنتجمع كلنا مستنيين صلاه المغرب عشان نفطر مع بعضينا، دي لوحدها كفايه.